مرحباً، ما هي طبيعة العلاقة بين الأدب والسينما سواء في العراق أو في إقليم كردستان خاصة؟ هل استفادت السينما من الأدب، النتاج الأدبي، أم أن الأديب استفاد من السينما؟ معنا القاص والروائي حسن سليفاني رئيس اتحاد الأدباء الكرد في محافظة دهوك للحديث عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا أستاذ حسن. مرحبا بكم في دهوك، أهلا وسهلا. علاقة الأدب والسينما هل تعتبرها يعني علاقة متداخلة أم متنافرة؟ العلاقة هي علاقة مشتركة بين الأدب والسينما، وأستطيع أن أقول أن السينما تتكئ على الأدب في إنتاج الفيلم السينمائي. السينما والأدب الاثنان يشتركان في خلق صناعة الجمال. نعم. فلو ألقينا نظرة على الروايات العالمية التي تحولت إلى أفلام نجد لها صدى كبيرا في السينما. مثلا لو نظرنا إلى فيلم ذهب مع الريح أو البؤساء لفيكتور هوجو، قصة مدينتين. نعم. كذلك في السينما العربية إذا نظرنا إلى الروايات نجيب محفوظة التي تحولت إلى أفلام سينمائية، الرص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، السكرية. السينما حينما تعتمد على الرواية أو القصة أنا أعتقد أنها ستكون أنضج. أنت وصلت إلى مصر، ما تحدثت عن تجربة بالعراق؟ نعم. بهذه العلاقة يعني أنا أعتقد أن السينمائيين في العراق لا زالوا بعيدين عن عالم القصة والرواية، ولا هنالك أفلام سينمائية اعتمدت على روايات. مثلا فيلم الظامئون في العراق، في عبد الرزاق المطلبي. نعم. وأفلام أخرى كذلك هنا في إقليم كردستان لا تزال العلاقة بين صناع السينما والساحة الأدبية تحس بأن هناك تنافراً أو تباعداً، وهذا غير سليم للجانبين، لأن القصص والروايات الكردية الموجودة في الميدان الثقافي الكردي تصلح لأن تكون أعمال سينمائية ممتازة. يعني لكن أنت تكتب في الكردية وبالعربية؟ أنا أكتب باللغتين. هل فاتحك مخرج في اليوم أو؟ نعم. هل فاتحك مخرج أن يحول أحد أعمالك إلى سيناريو فيلم؟ في سنوات سابقة اتصل بي أحد المخرجين من السليمانية، كان قد قرأ لي قصة باللغة العربية، خبز محلى بالسكر، طلب من صديقي عادل أن أعطيه المهلة كي يقدمك فيلم قصير، فوافقت على ذلك بعنوان الخبز المر، عكس التسمية اللي أنا كنت بخليلة. نعم. وتحولت إلى فيلم؟ تحولت نعم إلى فيلم قصير. شنو رأيك؟ أنا ما شفته للأسف. ما شفته ما شفت الفيلم. أي. طب شنو السر يعني هذا التنافر اللي حكيت عنه بين يعني هل المخرج العراقي المخرج الكردي غير قادر على تحويل النص إلى فيلم سينمائي، أم أن النص لا يصلح أن يكون؟ هذا موضوع حساس جدا. أنا في رأيي، وقد كتبت مقالة ستنشر غدا في صحيفة دهوك باللغة العربية، أنا أعتقد أن الغرور اللامبرر للمخرجين وصناع السينما في العراق وفي كردستان أيضا أحد الأسباب للتباعد. كذلك أن القسم من العاملين في المجال السينما لا يؤمنون بالتلاقح والتعاشق الموجود بين السينما وبين القصة والرواية، وهذا خطأ، لأن القاص أو الروائي حينما يكتب تكون هنالك مادة سهلة للمخرج، ثم سيقوم ربما تحتاج إلى سيناريو أو بعض اللمسات المشتركة بين المخرج والمؤلف لتقديم عمل فني متكامل ومحلي. يعني نحن دائما نسعى إلى أن الأدب المحلي أن ينتشر من خلال الترجمة، من خلال السينما،
وهذه فرصة للسينمائيين العراقيين والكرد أن يعتمدوا على الأعمال القصصية والروائية العراقية والكردية في إنتاج أفلام، ولكن للأسف هم لا زالوا يبحثون في عالم آخر، وأنا أعتقد عليهم مراجعة أسلوبهم في العمل. يعني السينما الرواية والقصة هي فيتامين السينما، يجب أن تكون هكذا. نعم. بدلا من الاعتماد على مواضيع تقدر تقول سطحية. لو سمحت لي أنا أريد أن أطرح موضوع أنه المخرجين يحاولون احتكار كل شيء لنفسهم، كتابة القصة، السيناريو، الإخراج، وأحيانا حتى الوقوف خلف الكاميرا التمثيل. وهذه أنا أعتقد يعني هذه لا 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 تصلح للفن السينمائي المتقن الذي يمنحنا المتعة والجمال. التقصير عند المخرج لو التقصير بالإنتاج إنه ماكو أفلام، ماكو دعم، ربما هذه أيضا تكون نقطة، ولكن حينما تكون هنالك فرص لإنتاج أفلام، مثلا الدعم اللي قدمته وزارة الثقافة في إقليم كردستان لبعض المخرجين كان لا بأس به، كان يمكن الاعتماد على روايات وقصص كردية، وكذلك في العراق بغداد نفس الحال. أنا أتمنى أن تكون هنالك دورات عمل مشتركة بين الكتاب وصناع السينما، ومناقشة الأمر بحرية وبروح منفتحة أكثر، خدمة لصالح الأدب والسينما أيضا في العراق وفي إقليم كردستان. طيب، يعني هناك روايات تحولت في السينما العراقية، لكن المشكلة أنه هذا الفيلم ما إجا يعني بحجم الرواية. نعم. يعني مؤخرا المسارات والأوجاع مع إفراد تكلي، بلي، عرض وما لقى يعني ذاك الترحيب، وهذا يصير في دول أخرى أنه الفيلم ما يرتقي إلى مصاف الرواية. علينا أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. أنا أعتقد أن مخرج الفيلم قد جلس مع روائيين عراقيين وتباحث معهم بعض الثغرات التي يحس هو أن هناك تقاطعا بين الفيلم والرواية، ربما كانت النتيجة أفضل. لكن هذا التباعد الكلي من قبل المخرجين، أو لنقل التعالي، أحيانا يضعهم في خانة أخرى. طب هذا مهرجان دوك الدولي للسينما، نعم، هل قرأت أو أشرت أسماء لمخرجين مشتغلين روايات أو قصص يعني مستقيمين الأدب سواء في العراق أو بإيران أو بتركيا؟ أنا قلت وأقول أتمنى أن أرى قصصا كردية وروايات كردية في المهرجانات القادمة، وقد تحولت إلى أفلام سينمائية إن كانت قصيرة أو طويلة، أتمنى ذلك. للأسف لحد الآن لم ألاحظ مثلا قصة كردية لكاتب كردي قد تحولت إلى فيلم من خلال الدورات العشرة التي شاهدناها. ما ولا أنا ما شفت يعني. طب علاقاتك بالسينمائيين شلونها يعني؟ علاقاتي لا بأس بها، لكن كما قلت يعني السينمائيين أحيانا يحسون بالعلو أو نوع من الغرور، وهذه سلبية لديهم. أتمنى أن ينزلوا أكثر وأن يتفقوا مع الأدباء أو يتناقشوا في حدود الدنيا. نعم، ينزلوا لو يرتقوا يعني يصلون إلى نقطة تلاقي وحوار. الرواية والقصة يعني إبداع أدبي رفيع. نعم طبعا. والسينما يعني بالعالم كله من تصدر رواية أول من يصطادها كاتب السيناريو بالضبط أو المخرج، بلي، ويعمل طبعا. سمعت هذه تعتمد يعني على العمق الثقافي السينمائي أيضا، يعني ربما هذه البدايات، قد في السنوات القادمة نشهد أعمال روائية وقصصية تتحول إلى أفلام السينما إن شاء الله. أنا أتمنى ذلك. أنا أتمنى أكثر. الأستاذ حسن سليفاني
رئيس اتحاد أدباء الكرد في دهوك القاص والروائي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا معنا لكم واهلا بكم في دهوك الثمينة، ونتمنى أن نراكم في الملتقيات الثقافية في مدينتنا. شكرا جزيلا. وسلام. أعزائي مشاهدي الأدباء العربية، شكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم في مناسبات قادمة إن شاء الله. سلام.